السلام عليكم، معكم رامي، The World of Rami. اليوم حنسوي اللي هو بيف باستري مع ستروبري ونوتيلا. زي ما انتو شايفين انا حقطع الستروبري قطع صغيرة مكعبات زي ما انتو شايفين. طريقة بسيطة، هات حتكون الحشوة للبيف باستري. انا حقطع تقريبا 200 جرام من الستروبري لانه حيبقى منها مجموعة، فما يعني تقريبا 200 جرام بيكفي لباكت واحد. لان البيف باستري موجود فيه تقريبا 10 سلايسز، 10 قطع من العجينة، وحلو ولذيذة جدا، تكون مميزة انه تحط عليها جوات الستروبري ونوتيلا، مرة مرة لذيذة وحلى خفيف. يعني هو والله بصراحة دسم يعني وليس خفيف، بس لكن لما يكون عندكم شيت داي اليوم مفتوح ممكن اهو تاخذوا لكم حبة من تعملوا لكم هذه حلى بسيط. ومنها يعني فيلو زي ما يقولوا نيوتريانز اللي هي من الفراولة، لذيذ وطعم. انا حسيبكم بس خلينا اخلص من التقطيع وننطلق للبيف باستري مع النوتيلا. انتظروني. دحين معانا البيف باستري، فكيناها زي ما انتم شايفين. هذه نساء انا اخترت السنبلة رقائق البيف باستري، لذيذة والله. في انواع كثيرة يعني، في امريكان على امازون، وفي اللي هو شو روحوا شوفوا جزئية البيف باستري اللي موجودة في الثلاجات حقت السوبر ماركت، في اي سوبر ماركت حتلاقوها موجودة. بس انا اخترت هذه لانه هذه كانت موجودة في كثير من هذه المكان الموجودة، المحل الوحيد اللي لقيت فيه هذا النوع فأخذته، يعني لا إعلان ولا شيء. يعني نحن أخذنا ملعقة من النوتيلا، أعتقد حنحط ملعقتين إذا ما كان خزرني أو ملعقة شيء زي كذا. زي ما قلت نحط ملعقتين من النوتيلا وبعدها نضع شوية من الستروبري. زي ما انتم شايفين ضعنا شوية من الستروبري. Delicious. اوه اميزنج. بعدين نقفلها بطريقة محكمة زي ما انتم شايفين، لان كنت بسوي طريقة ثانية بس هذه الطريقة كانت الاسهل والاسرع، لانه الطريقة اللي كنت بسويها كانت تنفك، بس هذه الطريقة افضل. فنقفلها مظبوط زي ما انتم شايفين. كنت بسوي بالطريقة هذه بس لكن غيرت رأيي بعدين في نهاية الفيديو. ايوه حمسك شو اسمه حسوي واحدة تانية دحين، بس انا كنت حمسك الشوكة الفورك وابدأ اسوي اللي هو في الاطراف فيطلع شكل زي كأنه مستطيلات على الاطراف. دحين حسوي واحدة تانية، حط ملعقتين من النوتيلا. وبعدها حضع ستروبري الفراولة، شايفين بسيطة ولذيذة.
والله هي دسمة بس، لكن إذا كان زي ما قلت لما يكون عندكم بس تحسب الكالوري برضو لهذه، لكن إذا كان عندك يوم مفتوح فتكون لذيذة، أو تبى تسووها تبى تجربوا تذوقوها، يا جود لك. لذيذة طعمه وخفيفة ومقرمشة. نايس. And then now بعدين أنا سويت تقريبا هي خمسة، هي 10 قطع، فسويت منها تقريبا هي 10 يعني 5 قطع، 5 قطع. أنا هسيبكم مع الفيديو عشان زي ما انتوا شايفين ما هكرر لكم زي ما هي. سوينا 5 قطع زي ما انتوا شايفين، استخدمت الشوكة بالأطراف جبت الشكل يعني، بس لما حطيتها بالإير فراير، أيوة صح، ما حطيتها بالفرن العادي، حطيتها بالإير فراير. قلت خليني أجرب، فطلعت لذيذة يعني، مقرمشة برضو. ما حطيت لأنه بعضهم بيحطوا فوقها اللي هو إيج واش، أنا ما عملت الإيج واش، فقلت عشان ما بزيد على الكالوري، فقلت خلاص خليها كذا. وفي نفس الوقت انه يعني حسيت انا كنت قلت شكلها يمكن ما حتطلع من فوق اللي هو اللون البني الفاتح، بس طلعت مره مره حلوه رهيبه بالاير فراير. فجربوها يعني هتشوفوا. اهو انا حطيتها في الاير فراير زي ما انتم شايفين، الحين بروح احطها جوة الاير فراير. ايوه حطيتها 20 دقيقة، 20 دقيقة 180 درجة، 180 20 دقيقة، طلعت رهيبة 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 جدا زي ما انتم شايفين. ما توقعت صراحة انها تطلع بالشكل ده، رهيبة رهيبة رهيبة. هذه الجزئية. بعدين حطيت برضو الثانية في الاير فراير وطلعت نفس الفكرة، 20 دقيقة، 20 دقيقة 180 درجة الحرارة. لذيذة وبالعافية. شوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.